الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله، كل فترة يظهر اكتشاف أثري يؤكد صدق كلام الله أنه حفظ هذا الكتاب من التحريف. فالنسخ المكتشفة حديثا لمخطوطات من القرآن تطابق تماما النسخة التي بين أيدينا اليوم. الاختلافات الوحيدة فقط هي في اللهجات والقراءات، وهذه لا تغير المعنى الحقيقي أو المعنى الأساسي لأي آية، بل إننا لا نسميها اختلافات، إنما نسميها تعدد في أوجه القراءة، وهي أمور بسيطة جدا ومعروفة في اللغة العربية. دعونا نتأمل. مخطوطة نادرة جدا موجودة في جامعة برمنغهام في بريطانيا، حيث قام العلماء بتحليل قطعة من مخطوطة كتب عليها القرآن برسم عثماني جميل، وتبين أنها تعود لزمن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المخطوطة النادرة موجودة في مكتبة الجامعة منذ قرن تقريبا، ولم يدرك العلماء أهميتها إلا اليوم عندما قاموا بتحليلها ومن خلال استخدام الكربون المشع، واستخدموا معجل جامعة أكسفورد الإشعاعي، وتبين أن المخطوطة قد كتبت في الفترة ما بين 568 و645 ميلادية، مع العلم أن فترة نبوة النبي كانت من 610 إلى 632 ميلادية. وهذا يعني أن الذي كتب هذه المخطوطة شخص عاصر النبي وعاش معه. ويقول البروفيسور ديفيد توماس، أستاذ اللاهوت في جامعة برمنغهام، إنني منصدم ومندهش جدا أن نجد جزءا من مخطوطة للقرآن كتبت قبل أكثر من 1370 سنة ميلادية على الأقل، وهذا يعادل 1411 سنة هجرية. ويقول هذا البروفيسور إن هذه المخطوطة تؤكد أن القرآن كتب في زمن النبي، وليس كما كنا نعتقد أنه تم تجميعه والإضافة عليه بعد وفاة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. حقيقة شيء عجيب أيها الأحبة، أستاذ علم اللاهوت يؤكد أن هذه المخطوطة تطابق بشكل مذهل القرآن الذي بين أيدينا اليوم، وهذا ما أثار دهشته، أن هذه المخطوطة من زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ألا يشهد هذا الكشف العلمي على صدق الله عندما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ صدق الله العظيم.